عشر من إيران يسأل: هل هناك لديكم محاضرات أو كتب لكي هو يبدأ بالدراسة الحوزوية؟ هل توصون بكتب معينة مثلا؟ يعني الدروس الحوزوية التي لدينا هي من مراحل السطوح، فما على ما عندنا شيء في المقدمات بصراحة. فالأخ إذا أراد أن يبدأ، أي إذا أراد أن يبدأ، عليه أن يعني ينظر إلى دروس الآخرين أو إلى الكتب. أكو هنالك كتاب إذا يريد أن يبدأ بدراسته، جامع المقدمات. جامع المقدمات يبدأ مثلا بقراءة هذا الكتاب ودراسته، فإنه يكون مدخلا، يعني هاي المقدمات الضرورية من أجل أن يبدأ بالدراسة الحوزوية الرصينة إن شاء الله تعالى. شنو هذا سؤال يطرح من كثير من الأخوة حينما يريدون يدرسوا الحوزة، طيب ما الذي عليهم أن يقوموا به كي يكونوا يعني شيوخا رافضين؟ يعني يعتمد، هو شو يعتمد كل، أنا دائما هذا السؤال لما يوجه لي من الأخوة الطلبة دائما أقول: أنت شنو تريد تصير؟ تريد تصير مجتهد، هذا له سياق معين. تريد تصير مبلغ، خطيب، هذا له سياق آخر في الدراسة. المشكلة الآن أنه صاير خبط وخلط بين السياقين، وعادة طبعا يختارون الطريق الأسهل وهو أن يكون مبلغا وخطيبا، وهذا له الشرط. دائما أشرط عليهم أنه إذا هذا تصير أنت تكتفي بأن تقول على المنبر ما هو محل إجماع أو متسالم عليه، ما تنظر، ما إلك حق، ما إلك صلاحية أنت تنظر وتوجه الأمة وما أدري تستنبط شيء معين وتتكلم به، ما إلك حق. أنت عليك تصير مثل وضع الخطباء القدماء رضوان الله تعالى عليهم، أنه ماذا تروح تقول التعازي، تذكر المراثي، تذكر قصص أهل البيت عليهم السلام، تذكر الأخلاقيات العامة بهذا المقدار، لا تنظر في القضايا الكبرى التي تخص الأمة. المشكلة الآن شعيط ومعيط كل من يصعد منبر ويروح ينظر لك نظرية، يسوي لك عامة ويجر لك جماهير كاملة على الجهل تجاه نظرية معينة، وإذا كل خطأ في خطأ، أنا مو متفقه، مو من أهل الاختصاص، فما يصير، ما يصير، ما يصير هذا الكلام. هذا شغل مجتهدين، شغل متفقهين، شغل مراهقي الاجتهاد، شغل ناس اللي مليانين، يعني ما يصير هالشكل واحد يتكلم. هذا مسوي لنا ربكة في الساحة الإسلامية مع الأسف، ربكة كبيرة إخواني. فإذا يريد هذا المسار، هذا مسار أنه يكتفي نعم شيء من المقدمات زين، وبعد ما يحتاج يكتفي بالعروة الوثقة. أنا أقول الآن هذا اللي يريد يصير خطيب مثلا، يريد يصير خطيب، خلي نقول هذا يكتفي يدرس مقدمات، يعني صرف ونحو ومثلا شوية منطق، عرفت شلون، شوية بيان وبديع وكذا، هاي الأشياء الضرورية اللي يحتاجها. بعد ذلك يروح على ماذا؟ يدرس العروة الوثقة اللي هو للسيد اليزدي صاحب العروة، هذا كتاب جامع مسائل فيه تفريعات جيدة ممتازة، حتى ما يحتاج لا لمعة ولا تبصرة، لأنه هذا كله فقه قديم. شي يسوي به؟ شي يسوي بالفقه القديم؟ شي يسوي باللمعة والتبصرة والشرائع وغيره؟ ما يفيد هذا. أو بعدين يروحون يدرسون المكاسب، ويا ريت يفهمون، يا ريتهم يفهمون. هذا فرد واحد هو هم خطيب وكذا، بس هذا يحب يعني يجد في الدروس، يعني يحب يروح يحضر وكذا، مع أنه أدري أنه يعني هسه لا أقول أخاف ينعرف، ما أريد أقول، خلاص خلي القضية، خلوها زين. فالمشكلة هذه أنت هذا لازم يدرس شنو العروة الوثقة مع هامش المرجع الذي يعني يعتقد به أو يقلده، مع تعليقة هذا المرجع، بحيث يقف على آخر الفتاوى. آخر الفتاوى يحفظها زين، حتى واحد من يسأله مسألة شرعية يجيب بس، وبعدين يروح يتعلم من الخطباء هاي المراثي والفنون القراءة الحسينية والخطابة، ويقرأ قصص أهل البيت عليهم السلام كثيرا، يروح يأخذ مجلدات البحار مثلا في قصص أهل البيت وقصص الأنبياء عليهم السلام، يروح يقرأ منتهى الآمال مثلا للمحدث القمي زين، يقرأ هذني. أما لا يتكلم بعد في مسائل فقهية عويصة، في مسائل أصولية، في مسائل كلامية، في مسائل بعضهم فلسفية زين وبعضهم كذا، أو مثلا منهجية
ويجي يقول على المنبر وهالشكل يوقع الناس في التباسات خطيرة. والناس تتبعه. أما الذي يريد أن يكون مجتهدا عالما أو محققا هذا لا مساره يختلف. هذا نعم لازم يبدأ يدرس الكتب القديمة ذاتها حتى يتذوق لغة الفقهاء. لازم يقرأ اللمعة ويقرأ الشرايع ويقرأ التبصرة وحتى يقرأ الجواهر. أنا قرأت الجواهر مثلا، عرفت جماعة من الخلق يقرأ الجواهر بالله عليك، ويروح مثلا هذا في يروح هم يصعد للمكاسب زين في جانب الأصول، يروح يدرس الأصول، يدرس القوانين، يدرس الكفاية، كفاية يتعب حتى يفك الغازة وطلاسمة مثلا، قبل هذا يدرس الرسائل للشيخ الأعظم الأنصاري حتى يصير عنده حالة من الإلمام، يقدر بها ماذا؟ أن يستوعب مقاصد الشريعة، مباني الشريعة، قواعد الشريعة الأصولية الفقهية، ترتسم له ماذا؟ وسائل الاستنباط، صير عنده قدرة على الاستنباط. هذا يحق له بعدما يثبت أنه بالفعل مجتاز، هذه يعني عنده هذه وصل إلى مثل هذه القدرة، هذا ساعة إذن يقدر ينظر، يقدر يتكلم، ومع ذلك يكون خاضعا، يكون خاضعا لأكابر الفقهاء، أكابر المحققين، ويتسقف بسقف مرجعية، إلا أنه هو بعد يجتهد جيدا إلى أن يصل إلى البحث الخارج، يستطيع أن يلقي البحث الخارج، ولعل الله عز وجل يمن عليه يصبح هو مرجعا. هذا ممكن، هذا مسار وذاك مسار، ليس الخلط بين المسارين مشكلة. الآن أي واحد يدخل الحوزة لأنه ما محدد هدفه جيدا، أو هو يريد يكون مثل هؤلاء الموجودين، عرفت شلون؟ يصير خبط كثير، سنوات تضيع من عمره. يقول أنا سنوات كنت أحضر درس، نص نايم النص الثاني ما فاهم، على هذا الوضع، عرفت شلون؟ ما استفدنا شيء، طلعنا من الدرس شنو هذا المثل المصري شي يقول المولد بلا حمص، عرفت شلون؟ المولد بلا حمص بالفعل ما الشكل. تعال شوفه خمس ست سنوات كذا عايش بالحوزة، يروح يقول احنا درسنا مكاسب مثلا، يقول كل شيء ما إلى أثر في حياتي، ما إلى أثر، وكله مناسي بعد، كله ينسى لأنه ما يزاول ما يكمل، في حين لو يروح على غير أشياء يدرسها يروح. أنا علم التفسير إلى الآن يا أخي، علم التفسير عندنا فيه نقص كبير، تعال شوف المعممين تجي تسألهم ما يعرفون حتى أصلا يفسرون القرآن، ولا يعرفون معاني الآيات القرآنية، فتفضايح أكو أصلا، عرفت شلون؟ مشاكل في هذا الجانب. ليش؟ علم التفسير مهمل مثلا، علم الرجال اللي شقد مهم، علم الرواية الدراية، علم الكلام مهمل مهمل. هو شنو أكو بالحوزة؟ هو فقه وصول، يعني الاهتمام الأكبر هو بالفقه والأصول في الحوزات. فإحنا نصيحتنا للإخوة المكرمين إن شاء الله ممن يريدون الانخراط في سلك طلبة العلم أن يحددوا أولا هدفهم وهدفيتهم، ثم بعد إذن يمكن نعم أن نقول لهم أنه أي شيء تدرسون، أو يستشيرون مثلا ناس فضلاء اللي يحددون لهم ماذا تدرسون. وطبعا إذا يكونون تحت يعني إشراف علمائي وفي الحواضر العلمية يمكن أن يختصروا كثيرا من الزمن. أنا مثلا بالنسبة إلي ما تهيأ لي أن أكون في الحواضر العلمية كما تعلم، لذلك كان جدا صعب علي أن أقوم بهذه الدراسات بجهد ذاتي وبتحصيل ذاتي، جدا صعب، يعني واحد ينكسر ظهره ترى. بس الحمد لله كان أكو علينا إشراف، هذا على الأقل سهل كثيرا من الأمور. يعني واحد بالنتيجة يحاول أن يوجد مشرفا، شوف له واحد من العلماء الأخيار الفضلاء اللي صدق فقهاء أو متفقهين يشرف عليه، حدد له سوي هكذا ولا تسوي شيء، ادرس هذا ولا تدرس هذا، وإلا يعني هواي يعني يتعب، يشوف أنه على غير هدى هالشكل، خبطة شماس يعني هالشكل ماشي وما استفاد شيء بعد بالنتيجة. الله يسهل للجميع.